مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، ودائما في اطار تتبعنا الحالات ووضعيات انسانيه واجتماعيه. فهذا اثناء معنا هذا الشاب اليتيم يعني اللي كيعاني، واللي بسبب داء السكري يعني فتر قدمين ديالو بجوج. الحمد لله، يعني هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وفضل من عند الله سبحانه وتعالى. اي كتاب اي حاجه يعني كانت مكتبه للانسان فمرحبا بها، واللي دائما الانسان يشكر الله ويحمده على اي نعمه عطاها عليه. لكن حاليا عنده مشكل، هو المشكل ديال الدواء، يعني الدواء عنده التريتمون مدى الحياه، والا ما شربهاش كيبقى فيه الحريق وما كيديش النعاس، وهنا فين يعني كتصعب قدامه وكتدور الحاله ديالو، كتصعب كذلك قدامه ماموريات العلاج. لذلك كيف ما كتتبعوا الان الحاله ديالو صعبه صراحه، اللي كنتمناو انه يلقى محسنين من داخل ارض الوطن ومن خارجها اللي وقفوا معاه ويتساعدوا معاه في هذه الحاله هذه، لانه محتاج لكم كاملين، محتاج للتضامن والتآزر والتكافل ديال كافه فعاليات المجتمع المدني. اذا الان نتبعوا القصه ديالو، وحنا عندنا امل كبير في الله سبحانه وتعالى وفيكم، باش ان شاء الله نلقاو اللي يدخل ويساعدو وكذلك يوقف معاه. اذا خويا نتكلموا من الاول، يعني ملي يلا تصابيتي بداء السكري، قرب الميكرو بعدا واحد شويه هكا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في الاول كان فيه السكر ولكن ما كنتش عارف، عندنا السكر وراثي ولد سلم الله يرحمه. كنت خدام عادي، خدام في كونفكسيون، الحمد لله خدام على راسي، مات والديا عايشة غير انا وخويا صغير مني. يعني ملي كنتي خدام كنتي كتعاون الوالدين الله يرحمهم بعدا؟ حيت مات والديا خلاو لي البنات وخلاو لي خويا صغير مني، انا هو اللي كنت معين، والحمد لله ربي وفقني انني قدرني انا اللي كنت كثير بهم. وصلت لهذا السن هذا، جاني داء السكر وكوليسترول وتنيته ولي العروق، ودرت العملية الأولى عند كلينيك سرحت العرق، داروا لي عملية ما مسحتش ليا، وبقاو كيدو فيا ويجيبو فيا تقريبا في عام تقريبا تدهور في حالتي. يعني ملي كاع ما نجحت ليك ديك الساعة عطاك الحريق الصداع شوية؟ الصداع ما كان نعس، ما كيجيش نعاس، لا ليل لا نهار كتبقى تعطيني الحريق، ما عنديش ما خدام، ما يعني ما عندي حتى واحد اللي غيخدم عليا، حتى ما نعرفش بزاف د الحوايج كانوا بحال فيهم، غير النحت ديالي لا ما خرجش لا ما هادي، ما كنلقاش، بطروا لي رجلي الاولى اليسرى، تقريبا ضربت لها شنو شهر، ما كتلقاش باش تشري الدواء، الدواء غالي، تقريبا واصل شي 800 درهم في الشهر ولا 1000 درهم، ما عنديش من وقت الدواء. كتقطع الدواء 3 شهور 4 شهور كدهور حالتك، يعني ضرت لي حتى الرجل اليمنى، اللي ضرت لي الرجل اليمنى مشيت لعند المستشفى ميريزكو، قال لي تعطلتي بزاف، وقال لي خاصك عمليه، ولكن العمليه ما كدارش في المغرب، ما كدارش عندنا هنايا، كدار في اوروبا، خاصك عرق اصطناعي في الساق من جهه القلب ولتحت ولتحت. وقال لي ديهم اشنو المعمول، قال لك ودي الحل الوحيد انني نقطعوا لك رجلي. ملي بغيت نقطعها تما قال لك ودي دارت لك تعفون وزودت لك وهذه، قال لك ما عندناش بلوك ديال التعفونات. واش التعفون يعني جا بسبب الخطا الطبي في الاول، يعني العمليه اللي ما صدقاتش؟ اللي ما نجحتش ليا، صافي ومن تما ولات كدهور حالتي، يعني ما بقيتش قادر نخدم، يعني كاين شي واحد ما غادي يقبل لي الخياطه، ما قدرتش نخدم ولا شي حاجه، بعت ريسي ندرع لك البوليس، ما شفتي غندير صافي. وانا مشيت لميريزو، ملي مشيت لميريزو قلت ما غنقطعوهاش، ما بغاوش يقطعوا لي كدهور حالتي، حتى الله شاف فيا وش واحد الانسانه الله يكثر الله يكثر خيرها، داتني كلينيك، دارت لي بغات دير لي العمليه، قال لها العمليه ما تدارش هنا، وقال لها على حساب غادي يضعف ليه القلب وكدار في اوروبا، وانا ما عنديش الامكانيات باش نمشي لاوروبا باش ندير العمليه، باش ندير العمليه، قال لها الحل الوحيد اننا نحدوا ليه ذاك الميكروب ويبطروا لي رجليه، ها هما دابا بطرت رجليه الثانيه، بطرت رجليه الثانيه، وكنقول الحمد لله ابتلاء من عند الله. دابا حاليا ما كتخدم ما والو؟ ما كيف ندير يعني واحد مقعد ما كاينش اللي غادي يخدمه ولا فين؟ كنضطر كنشوف غير الحباب اللي شاف فيه وجه الله راه كيعيش، والحمد لله ان الله سخر لي هاد بنت الناس الله يكثر خيرها، الموت وما نساش الجميل ديالها، قال لها الحل الوحيد هو نبطروا لي رجلي، بطروا لي رجليه، وانا دابا كنداويها، يعني كان بزاف الحوايج كنتحسر فيهم. الحاجة الوحيدة ما بغيتش نرجع للمشكل الأول، لأنني ها هو تحيت
رجليها هو وقع لي عاوتاني مشكل في صبعي صبعك آه. يعني توا ناضر ليا علاش حيت ما عنديش الضواب الضواب هزو معايا كنسريه ها هو دابا القور ربع حبات يعني لا القور ربع حبات خصني هذا داير 6400 وعندي واحد فر ديال 200 درهم وعندي واحد فر ديال 3000 ريال وواحد 50 درهم يعني مو مدى الحياه يعني انا الى غير خرج قلب صغير باش ناكل وباش نشرب وكنسكن في الطبق الثالث وكل هود ما عنديش اللي كينزل ليها وخير دليل ان السيرفيس هي موسخه ما كاينش يعني الا غادي ما كيهبط لي كنهبط ثلاثه الطبقات حيت ما عنديش الا بقيت في الدار ما كاينش اللي كيجي بالنسبه للخوت كاين شي مساعده ولا الدريات ولكن مغلوبين على امرهم راك عارف ان عندي خويا صغار مني ولكن هذاك عايش حياته خاصه راك عارف الانسان مني يعني كيوقع ليه كيولي عالي على شي واحد الا ما تقبلوش راه طبيعي الحال غادي فعلا يعني كان دابا حاليا الماموريه صعيبه عندك في الدواء دابا الدواء اللي خصك حيت هو الاهم انا ما كنفكر الاهم حاجه الدواء باش نبقى عايش يعني النص ديالي كله مبوشي الا قطعت الدواء غادي يبقى غادي دوك العروق يعني كيسقط لي القلب والحمد لله جاتني الموت ما عندي ما ندير حيت الموت حق عليه ولكن الحاجه الوحيده ما عنديش كي غندير حتى غادي نخدم ما عنديش كي غندير الا بيع عشريات يعني لا بيع عشريات غيجي البوليس يدوك ما عندك المحل ما عندك حتى شي حاجه يعني ما حتى الدوله ما مساعداكش وبزاف الحوايج دابا شنو الرساله ديالك دابا للمحسنين اللي بغيتيهم يتساعدوا معاك اقول ابراهيم حالها مره تشوف فيها يعني بلا ما نعري لك صبرت ندير الباس ما ندير لا باين داكشي اه يا راه كنداوي فيها كنداوي فيها كل نهار كنداوي راسي حيت ما نقدرش نمشي للسبيطار السبيطار فين ما كنلقى لا انسولين ما كنلقى والو كنضطر انني لا انسولين غاليه 200 درهم في الصيدليه وخاصني الا بغيت خاصني نشوف شي واحد ندبر عليها زيد نفرم عنده 100 درهم ولا لقيتها ما لقيتهاش كنضطر ناخذ 200 درهم الدواء لا سلاليه كنبقى نجمع بحال ما بقى بلا الفريال ولا شي وجه الحباب بحالكم اللي كيتعاملوا معايا هي باش كنشري الا ما شريتوش راك وقوتي انني كنمكنه راه عادي كنخرج اللي جاب لي الله راني عايش الله يقسم الله الحمد لله دابا مشينا من الله سبحانه وتعالى اذا المشاهدين كيف ما تبعتوا الحاله ديال هذا السيد اللي كنتمناو انه يلقى اللي يساعدو واللي يوقف معاه يعني مادام انه خرج وبغيبان ويحكي للناس المشكل ديالو الا انه يعني لا حول ولا قوه الا يعني ما لقاش باش غادي يعيش ما لقاش يعني باش غادي يقدر يشري الدواء كاين بزاف ديال المشاكل اللي عنده لذلك المحسنه ما قل ما لقيتش المحسنه حيدت لي رجلي ما بغاوش يحيدوا لي في السبيطار قال لي مع السلامه ما نقدروش الحمد لله جزاه الله خيرا حتى هي لهذا العمل كنتمنوا مشاهدينا المحسنين يدخلوا ويتساعدوا معاه ويوقفوا معاه بغيت غير الدواء داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين كيف ما قال انه هو محتاج غير الادويه ديالو الا ما شربتوش في الوقت الحريق ما كيجيني لا نعاس عيسى ماشي شي عيسى هي سكرت الطبق الثالث ما عندي لا مني لا يس يعني الحمد لله لا والدي خلوني في السكن الاقتصادي اذا مشاهدينا كيف ما كتبعوا كنتمناو ان يدخلوا الناس ويتساعدوا معاه لانه كيستحق المساعده الى هنا مشاهدينا كينتهي المباشر الى مباشر اخر ان شاء الله.